مساء الخير حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ رجعت لكم فيديو جديد، وأتمنى هذا الفيديو تفجرونا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد على مدة تكون بميزان أعمالنا، ورب إن شاء الله يقينا عذاب النار، اللهم آمين. خاصة الأمهات التجاهد التكافح اللي تخبز على هاي الدرجة مالت الحرارة، لا بنات هاي أصلا إن شاء الله قبل الجنة. فهنا مثل ما تشوفون طبعا وي أذان المغرب كلش بنات بديت أخبز، لأن امتانية الجو شوية يكسر، امتانية الجو يكسر، ماكو ما ورا بنات، حتى مني يصير دنيا ليل تطلعين النار، الجو نار نار، ربي يجيرنا ويجيركم من نار جهنم ببصرتنا الحبيب مات البصرة. يعني احنا بالناصرية نقول أهون من الحرورة مات البصرة، لأن قريبين هم على البحر، فالدرجات الحرارة تكون عالية عندهم، ربي يساعدهم ورب إن شاء الله يكون يعني بعونهم. هنا بنات مثل ما تشوفون عندي هاي الحنطة تخبل مرسوم عليها غزال، فحنطتنا اليوم ما شاء الله، بس الجو ما يساعد. تصوروا أقصن 10 خبزات وأرجع أخبز، هنا أرجع أقص 10 وأخبز وتشندوب يا أم ملاك، والله ما أدري شو أسوي بنات. فأنا هالأيام أخبز مات 4 أيام 5 وقفة وحدة، ما أقدر بنات يعني أخبز يومية شوية يومية شوية، والوجه مالتي يحترق ودي تحترق، لا قلت خل أسوي هيك أحسن، أرجع مثل قبل أو أرجع مثل من كنت عد عيال أخبز وجبة كلش هواية. كتبوا لنا بنات شلون مخلصينها هاي الايام والجو حار، شلون الروتين مالتكم، شنو تطبخون الطبخات اللي تخلي الواحد شويه يعني يقاوم هاي الحروره. بنات رحت للسوق اشتري قماشات لون اسود البنات العاشور، ف برمضان ما وصلنا لدرجة الحرارة هاي، أو ما وصلت لشدة العطش هذا، رغم هو صيام ما وصلت بنات الشدة مالت هذا العطش. هنا مثل ما تشوفون خلصنا خبزنا، اللهم صل على محمد وآل محمد، كمية كلش هواية. هنا أبو ملاك جايب لنا فواكه يعني، وهاي على مود البنات حطن بالثلاجة ويتبردن، وهاي وهنا البامية. فقلت لكم بنات كتبوا لنا طبخات اللي شوية تخفف الحرورة عنا، لأن تعرفون الواحد ما يشتهي يعني. هسه قال لهم ماما شو اسوي؟ كان اسوي كان مرق باذنجان، قال ماما حاره الدنيا، اسوي كان مرقه بتيتا، قالت بتي توقف على قلبي، يعني قلت لها احتاريت شو اسوي؟ كان وصلت ابو ملاك قلت له جيب لي كيلو بانيه على مود يعني اسويهن 4 طبخات. بنات احنا ربع كيلو انه ما ناكل يعني هاي العلب مالت البانيه، لا ناكل بس الماء يعني ويتمن شويه بارده. وهنا مثل ما تشوفون قلت لها ماما تعبانه وتوني كنت بالخبز وهاي، قال لي الدجاجات عشان اليوم دجاج وتمن مطبق يعني، فهنا الطاوه احترقت. أنا طابخة تمني قبل لا أقص العجين وأخبز، وهنا الدجاج اللهم صل على محمد وآل محمد يعني استوت وخلصت. هنا بديت بنات أقلط دجاج، مثل ما قلت لكم بنات رحت للسوق يعني الجو شقت كان يعني تموز مو هيجي بنات، أكو مرات يمر علينا حار حر، وأكو مرات الحرورة تحسين هيك تقرص بالوجه. يعني الله يساعد عمال النظافة اللي واقفين بالشوارع، الله يساعد عمال البناء اللي الشمس نازلة على رؤوسهم. يعني أنا هنا ظليت صافنة ماكو تمشين 5 دقائق منا لهنا اشتريت بطل مات ماي بارد، رجعت مشيت منا لهنا اشتريت بطل مات ماي، قلت وين بتي تقول أريد أروح للزيارة، هاي بزيارة إلا شيلي لك مقطورة وياك مات ماي بارد يلا. يعني وبنات يعني حتى تشربين الماي تشربينه ما تحسين ترتوين، يعني ترجعين تشربين بطل ثاني ترجعين. والله العظيم رحنا الساعة بـ6 العصر للـ7:15 ما قاومت، قلتين حتى ما اشتري، اشتريت دانتيلات واشتريت غراض اللي هن محتاجاته وش هاي الاشياء والحبشكلات، قلت ماما ما اقدر بعد احس قلبي ظل يدق بلعوم هنا، شايفين هذا حين شي ظل هيك يرتفع من دقة القلب مالتي، قلتها راح يوقف بعد ما مستحيل ابقى بالسوق. وازدحام بنات ازدحام، عبالك مشاية يعني قبل العيد بأسبوع أنا أروح عن مرات أشوف أشياء، لو أروح أشتري أشياء مو إلا أشتري للعيد، لا أشتري أشياء احتياجاتنا
بنات قيام العالم، ترحين قبل عاشور قيامة، ترحين قبل المدارس قيامة، يعني ما شاء الله الناس 24 ساعة بالسوق، والازدحام بنات مو طبيعي. هنا أنا مثل ما تشوفون بديت أقلب الدجاج، لأن الدجاج هم يطفر عليها، هواي خافت بنتي وعافت، قلت لك شنطة واحترقت، قلت لها ليش ايش سويت الله تحكي عليها. فهنا حطيت زيت كلش شوية لأن الجو حار وما أريد أن زيت يعني هواية، وتم البنات طبقته بس بالتشريب مات الدجاج، ما حطيت قطرة زيت عليه لأن قلت لك الجو حار ومو زين علينا الدهون وهاي، فهنا يعني وقف على قلب الدهن وهاي، فقلت لك طبقته بس بسوب مات الدجاج. هنا بنات صبيت العشاء وخلصت، أريد شوية بنات يبرد على مود شنو أروح أسبح، بعد أسبح من الخبز لأن خابزة وجبة كلش كلش هواية، ووقفت تقريبا ساعة ونص على التنور، إذا مو ساعة كاملة على التنور واقفة بعد واحد شي يصير بي. هنا أنا بعد قلت ما طول بتعبي أخلص الشغل مالتي كله فد مرة وأخليه شوية يعني يبرد التمن والدجاج يبرد، والتشريبة لا أحميها أحميها يعني من نريد ناكلها ونشرب بيها. فهنا مثل ما تشوفون بديت أقلبي وعلى راحته، ساعة أذللها العين وساعة لا والله أعليها لأن بعد أذن الأذان وراح يعني، وإحنا قاعدين متأخرين اليوم، بس قبل تريقنا ساعة تقريبا بالوحدة قعدنا لأن الليل كله الكهرباء مقطوعة ما شاء الله، من الثنتين بنات للستة الصبح حطونا إياها، ما أدري بالستة وربع إجت الكهرباء، مش العاد قلبه بس تبكي، أبوها واقف بيها بالشارع ساعة يطين إياها، أصعد على السطح ماكو، يعني قبل كنا إحنا بأيام زمان نصعد يعني الفراشات، عد عيالي أنا عد عيالي صعدنا فوق السطح نمنا كلش هواية، صعد الفراشات رش القاع قبل المغرب، يعني حتى بيت أهلي رش الحوش ونفرش بيه التلوحج نسمات برودة حلوة. هسه بنات ماكو، أفتح الباب مات المنور، أفتح باب السطح، أفتح فتحت البيبان كلهن البارحة نسمة هوا ماكو، واقفة الدنيا، قلت يا رب شلون بينا بنار جهنم، ربي يجيرنا ويجيركم من نار جهنم إن شاء الله إن شاء الله، كنا نلتقي عند الحبيب محمد بالجنة. فهنا بنات قلت كان قلت ما طولي تعبانة خل أخلص شغلي كله فد مرة وأخذ دش، ويعني بعدين الله كريم. هنا مثل ما تشوفون هذا عشانة، ألف الحمد لله والشكر، ربي يديم النعمة ويحفظها من الزوال. ها مشمشتي حبيبي، تعالي تعالي سلمي على الددة دادي، مش طبعا هاي الايام ما ادري شمالها متنوحسه. هنا بنات هاي الكميه مالت الخبز اللي قلت كان عليها والمسواق، وهنا تسوي التشريبه شويه البنت رادت، صبيت عليها سوب وراح اصبن بالطوس، يعني تشريب للبنات يعني اللي تريد تغمس اللي تريد تحط على التمن، واصب روبه، سوينا زلاطه الرقيه يعني بالمجمده على البروده. هنا بنات هذا الكرفس شنو البصل بنات هذا كله راح اشيلنه، لان انا قلت لك كان اصبه بايد واصور بايد فما قدرت يعني شويه اصفي. غسلت وخلصت بنات، هنا بعد صار وقت العشاء، وهاي الايام بنات قلت لك شويه مشغوله شويه مو هوايه مشغوله شويه، اخيط خياطات شويه بالي مشغول شنو اصمم شنو اسوي، وراح تشوفون القنبله والهوسه بعد العشاء. هنا بنات خلصت عشاء الف الحمد لله والشكر لك يا رب، يعني شويه الواحد يتسلى، قلت ما اكض التليفون واقعد اباوع للبرامج او اقعد على التلفزيون، عفت مش نايمه تتباوع للتلفزيون، وقلت خل اخلص الخياط مالتي. هنا بنات اخذت كان مقتطفات يعني على مود انزل بقناتي الثانيه اللي هي لؤلؤه الناصريه، راح انزل هذا الفصال والخياط مالت هاي النفانيف او البدلات مالت الطفلات يعني او الاطفال. فهنا مثل ما تشوفون بديت اخيط بيهن وخبصت الهول خبص، بنتي قالت ماما توني منظفه، قلت ماما شو اسوي؟ يردني بنات يردني يكون واحد يخيط ويفصل يكون خيط ما يوقع بالقاع، قلت لها وين تردن؟ قالت ماكو ما تطلعيها بالطارمة او طلعيها حطيها بالاستقبال اللي احنا، قلت ماما حاره الدنيا دخليها للغرفه، قلت نفسيتها الهوسه، هي هاي الهوسه هنا اجاي انا افرش بالهول واحط الاقمشه واطلع دانتيلات افصل طباشير يعني الاوتي ما اعرف شنو وصله منا. فقلت لك بنات تلتم
ماما هسه اللي يجينا شي يقول شي يقول البيت هوسه البيت وسخ. قلت لها ماما ما عليك عشان ما اطل وسخه يعني من الخياط يعني مبين البيت نظيف، انا من اخلص اجيبن يعني مكناسه او بالماسحه بسرعه بنات ماكو اشياء بسرعه هيك شي اكفن. يعني هنا مثل ما تشوفون هذا نموذج من النفانيف اللي خيطتهن، راح اخيط المشمش والملوكه مثلهن. بالبدايه انا اريد الملوكه اخيط لها سوت مثل ما تبيت اخويا اللي لونه ماروني، بس بنات غيرت رايي راح اخيط لها بدلات حلوات بما انه هي بنيه وحلوه. وهنا أنا بنات هاي النتيجة قلت لك شنو القنبلة يعني أشكال وألوان. هاي بالتصوير بنات مبينة شوية بس بالحقيقة مو بيتنا صغير يعني شقل الشن البيت مقلوب قلب. هاي الجهة مات الماكينة كسع، يقول ماما راح نكسر الماكينة، ماما عوفنها، ماما ما كسع بناتي يهددني. هنا هذا النموذج اللي راح أنزلنه على قناتي اللي اسمها لؤلؤة الناصرية. حبيت بنات انا اصمم وانا اخيط الاشياء اللي اريدها يعني تصميماتي اني. فهنا مثل ما تشوفون هذا الصدر صار بصفار هوايه يعني وذهبي، فقررت يعني احطن بالردان دانتيل شويه شويه ناعم على مود من تجي تتوضين او تجين تسرفينين ردانك بما انه هو كشمير راح يتكسر. فمن تحطين بنات دانتيل بالطرف راح شنو راح يعني يذب روحها، ما راح يتكوم عندك ويتكسر الردان. يعني هاي المدربه يعني قالت لنا اللي دخلنا عندها دوره قالت افضل شيء للكشمير تحطين بالاطراف دانتيل على مود ما يتكوم وما يتكسر عندك. هنا انا بنات صفطت الدانتيلات وخلصت خياطي، صفطت الدانتيلات واحد، اللاستيك واحد، الاشياء اللي اني طلعتها يعني الاشياء اللي اريدها كلها صفطتها. فهنا مثل ما تشوفون بعد خلصنا رحلتنا لها هذا اليوم. حبيت بنات منتجلكن فيديو خفيف سريع ظريف يعني من الايام اللي احنا نمر بيها او يومياتنا. اليوم مسائي وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى فيديو اليوم عجبكم. في امان الله وحفظه يا احلى متابعات، باي باي.